تسعة أهداف للترجي وللنجم، خسروا مع الحكم محمد سعيد الكردي. وسيعطي الحكم متصدر الترتيب يواجه الملاحق المباشر. البعض قال أنها من فئة 6 نقاط. سريع الجزيري النجم الساحلي الترجي الرياضي في غياب أفضل هدافي البطولة العكاشي وإيرامو. النجم يركز على الجهة اليسار والترجي مهاجم صريح محمد علي بن حمود يسدد كرة بعيدة على المرمى. دانيلو بيترولي 12 دقيقة، لوحة كروية رائعة تنطلق من سانتوس ثم عادل الشادي في التوزيع، وهدف أول ممتاز من أقدام دانيلو. الترجي يقترب أكثر للهجوم، كرة تنتهي بتسديدة من مايسترو الفريق تأتي بركنية، ثم محاولة من بن حمودة تسديد على الطاير محاذي المرمى المثلوثي. 32 دقيقة هجوم للترجي، التحام بين الدراجي ودانيلو، قرار الحكم كان إقصاء أسامة الدراجي من الميدان. الإقصاء لأسامة الدراجي، المخالفة دانيلو ينفذ، النجم يلقى المساحات، سانتوس كاد يضيف الهدف الثاني. وجانبية ثاني تذيع بن شجرة، ثم فهد بن شجرة يتجاوز بن منصور يفضل التمهيد لسانتوس، إمكانية تهديف تذيع على مهاجم النجم. على سانتوس الحكم سعيد الكردي يضيف 3 دقائق بعد الثواني على نهاية الشوط الأول. فنيات البرازيلية تسجل حضورها من جديد، الشهودي بين الهيشي وبن عمر، متابعة من سانتوس، يرفع الكرة بالحارس نوارة يمضي الهدف الثاني للنجم. نصف أول من اللقاء ينتهي بتقدم النجم على الترجي 2-0. حامل رقم 10 من نجم دانيلو يسجل الهدف السادس في رصيده، حامل رقم 10 من الدراجي أسامة الدراجي يقسم الميدان يخلي فريقه يواصل لقاء 10 لاعبين. نبيل معلول يغير بن عمر بأسامة البوغانمي، يوسف المساكني ياخذ مكان بن حمودة. الدراجي يرجع للشوط الثاني بأكثر إصرار على التهديف، كرة من أفول المجدي التراوي، خليل شمام يضيع إمكانية التهديف تحت أنظار مدرب المنتخب فوزي البنزرتي. 53 دقيقة، توزيع محكم من مجدي التراوي، كرة أولى من شمام تصطدم بالقائم، خالد العياري في المتابعة، يسجل الترجي وأول هدف يقبل أيمن المثلوثي في هالموسم. الترجي كان قريب من التعديل، مخالفة مباشرة نفذها خليل شمام، المثلوثي يتصدى بصعوبة، إمكانية إضافة هدف ثاني تضيع على يوسف المساكني. رد فعل قوي من النجم في مستوى قوة تسديدة الشهودي، كرة كادت تغلط وسيم نوارة. 60 دقيقة، كرة تنطلق من الجهة اليمين، فهد بن شجرة في التوزيع، لسعد الجزيري دون رقابة يمضي الهدف الثالث للنجم. واحد. دانيلو يطلب التعويض، المرزوقي ياخذ مكانه، وأيمن عبد النور حاول مباغتة بتسديدة مقصية. ثم ياكوبا ديارا العائد من ترجي جرجيس ياخذ مكان سانتوس، 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، عادل الشادلي في التوزيع
أيمن عبد النور بتسديدة رأسية يسجل الهدف الرابع للنجم. الخبر يخرج 4-1 للنجم الساحلي. عادل الشادي يتحق بسانتوس ودانيلو في حجرات الملابس، ثلاثي أنهى المهمة بنجاح. 5 دقائق ما زالت في عمر المباراة. هجوم سريع من الأسعد الجزيري، محاولة أولى من وسيم نوارة، ياكوبا ديارا ما يضيعش الفرصة، يسجل الهدف الخامس للنجم. 5-1، وسيم نوارة يمتنع عن مواصلة المباراة، ينحي القفاز ويغادر الملعب. المدرب نبيل معلول يعوضه بالحارس بن شريفية، وفرحة أحباء النجم جاوزت حدود المدارج. النجم يقلص الفارق نقطة واحدة مع الترجي، والمدرب مضر كبير ينتصر للمرة الرابعة مع النجم كل ما يلعب في سوسة.